النهاردة كان في تصريحات مهمة صادرة من وزارة المالية خصوصا قطاع الجمارك فيما يتعلق بالشركات المتعاملة، والكلام واضح وصريح انه ابتداء من اول يوليو القادم لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الالكترونية. والكلام ده الحقيقة كلام مش جديد، هو ده بس بيعمل ديدلاين او خط يعني نهائي للتعامل، لانه التعليمات والتوجيهات كانت واضحة منذ شهور عشان مسألة الربط الالكتروني وتوحيد البيانات وقاعدة البيانات والمنصات الالكترونية اللي يجب ان تكون كل البيانات والتعاملات المالية والتجارية تشملها. يعني معانا على التليفون الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة والجمارك. مساء الخير يا دكتورة. اهلا وسهلا فندم، مساء الخير. ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكوني بخير وكل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك طيب وبخير، شكرا جزيلا. دكتورة، احنا بنتكلم دلوقتي عن ديدلاين نهاية يونيو وبداية يوليو، بعد كده لن يسمح بالتعامل الا بالشركات المسجلة بالفاتورة الالكترونية. اعتقد ان الناس خدت مهلة كافية جدا لتوفيق اوضاعها. يعني ده حقيقي، واحنا كمان دخلناهم على دفعات، المفروض ان من اول 7 ما يبقاش في حد المفروض انه يستعمل الفاتورة الالكترونية وما بيستخدمهاش. فاحنا المزيد من الحوكمة قلنا كمان الصادرات والواردات هنحوكم من ناحية الجمارك، وان احنا هنربط نافذة بالفاتورة الضريبية، وبالتالي علشان يقدروا يعني يستوردوا او يصدروا هتبقى الجمارك واقفة لازم تتأكد ان هو فعلا مسجل في الفاتورة الالكترونية. ده لمصلحة الناس قبل من يعني من قبل الحوكمة. صحيح حضرتك. صحيح. يعني مش بس احنا عاوزين نحوكم وان كان ده من ضمن الاهداف، ولكن افتكر اما يبقى المصلحتين بياخدوا بيان واحد هناخده مرة واحدة. مظبوط. اما الضرائب لا، وهي الحقيقة هي الحوكمة في الاساس تهدف، لو انضبط الناس هتهدف الى مصلحتهم بشكل مباشر. اكيد يا فندم اكيد، بس هي الناس دايما بتبقى هايبة الحاجة الجديدة. صحيح. لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا طول الوقت فاتحين موبايلاتنا وفاتحين الاربع والحد، احنا بنعمل تدريبات اونلاين على طول، واي تساؤلات احنا فاتحين الخطوط على طول علشان لو حد عايز اي معلومة. احنا ما بنعملش اي حاجة جديدة غير ان اللي بيستورد حاجة معينة او بيصدر حاجة معينة يدخل يسجل الاكواد بتاعته. تمام. ولو عنده اي تساؤل يقدر يتواصل معانا عن طريق كل المواقع بتاعتنا، سواء مواقع نافذة او الجمارك او مصلحة الضرائب. صحيح. كلهم متاحين ان هم بيردوا على التساؤلات. حضرتك ممكن تشرحي لنا تمام عشان الكود اللي هيجي من بره؟ خلاص، هو بمسجل اول مرة الدنيا هتمشي معاها عادية جدا. مظبوط. هو مش هيحس باي تدخل. حضرتك ممكن تشرحي برضو شوية للناس منصة نافذة؟ تمام. منصة نافذة دي منصة الجمركية اللي بيبقى عليها تجارة مصر من اول الاي سي اي اللي هو المصدر اللي هيجيب مصر حاجة. هاي. ما يقدرش يجيبها غير ما المستورد الاول يطلب من نافذة جمارك، يقول له انا عاوز اجيب بضاعة من فلان وانا فلان وهجيب البضاعة الفلانية. تمام. التلات حاجات دول لازم احنا نبقى موافقين عليهم. فبنقول له طيب هتجيب، ادينا المواصفات بتاعتك، الكود اللي انت بتقوله ده او السلعه اللي انت بتقولها دي ليها مواصفات معينه هتجيب بيها. تمام. فبتبقى موجوده على المنظومه علشان نضمن المواصفه اللي بتدخل للاسواق. وقت ما هو بيخلص اجراءاته ويحط ورقه او بيحط بياناته بياخد الاي سي اي دي، بيبعت للمصدر يحط رقم الاي سي اي دي ده على كل المستندات اللي هيبعتها الشحنه. مفهوم. فجت لنا المستندات بتاعه الشحنه دي، بتمشي الدنيا بقى خلاص كلها طبعا بتبقى يعني الكتروني، بتبقى الجهات الرقابيه اللي هي صادرات واردات سلام الغذاء حسب نوع السلعه اللي هي اللي بنستوردها. أي. بيشوف وبيدخل يعمل دوره في نفس الوقت بتاع الجهه الثانيه. يعني ما بقيناش نشتغل ورا بعض، احنا بقينا نشتغل مع بعض، لان البيان او المعلومه عندنا كلنا كجهات حكوميه منوط بيها فحص السلع اللي جايه في نفس التوقيت. ده كلام مظبوط. هنا في توحيد بيانات واتاحه لكل الجهات، فبالتالي في اختصار للوقت اللي كان بيهدر زمان. بالظبط يا فندم، لان هي منصه واحده اللي كل بيدخل يشوف عليها البيان. مظبوط مظبوط. هي يمكن
الجهة او البعض اللي ممكن يعمل مقاومة شوية هو اللي كان بيدخل في اطار الاقتصاد غير الرسمي، واللي هو هذه الاجراءات والحوكمة هدفها هو دمج الاقتصاد الرسمي في الغير الرسمي في الرسمي. حقيقي، وطبعا ده من ضمن اهداف الفكرة دي، ولكن احنا عارفين ان هيبقى فيها طبعا مقاومات كتير زي ما حضرتك اشرت كده. الناس اللي مش ماشية مظبوط هي الاكتر ناس هتجادل، لكن اللي عنده سلعة معلنة لكل الناس ان هو بيجيبها صح وفقا للمواصفات، وبيجيبها من حد يعني مسجل عندنا ومسموح له يجيب، وهو نفسه مسجل على قاعدة البيانات ومن حقه يستورد، مش هيلاقي اي مشكلة. صح، لكن اللي مش متسجل كله هيظهر. ده كلام مظبوط. دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بعد اجازة العيد وفي بداية يوليو نتابع مع حضراتكم العدد المسجلين وعدد الملتزمين والنتائج الناجحة بإذن الله لتطبيق هذه القرارات.